على الإدموت ولا خد باله من القمر صدى بعضهن وإلى طيوي. الشحات مبروك مفروض إن هو بيخنوه، فاللي قدامه المفروض إن هو بيموت أو على الأقل بيفقد الوعي، بس كل اللي بيعمله إن هو بينزل دراعته جنب جسمه وبيفضل واقف، وبعد كده لما بيزقه في المية بيفرد دراعاته وهو بينط مع إنه مفروض ميت أو فقد الوعي. غرام وانتقام من غير سطور المرة دي. البنت بتفتح الباب وبتفضل مستنية وبص على الكاميرا مستنية تطلع، وبعد كده بتطلع فعلا. مسعود سعيد ليه في مشهد العركة الغريبة دي بيبان ان الكمبارس ده ماسك نفسه من الضحك بالعافية. بعد كده لما بيجي الكمبارس ده يشيل الكمبارس التاني ويلف بيه، بيبان ان في كمبارس تالت بيحاول يعدي من وراه، وبعد كده في حد بيشاور له من ورا الكاميرا فبيبص للكاميرا وبيرجع تاني. ارمط بيتمرمط واللي خد باله من الكمبارس ده وبعتهن منصور جاد. البوليس بيقتحم المكان ده مع القرموطي، بينزل مع الحاجات دي وبعد كده بيتسلل ويضرب الراجل ده، بس قبل ما يضربه بيبان ان هو بيعمل رد فعل للضرب قبل ما يضرب. فقراء لكن سعداء. الولد الصغير ده طول المشهد كانت عينه متمسمره في الكاميرا بشكل يخلي اللي يتفرج ينسى المشهد ويركز معاه. الأزواج الشياطين. الكاميرا بتلف على كل المعازيم اللي في الحفلة، بتيجي الكاميرا على البنت دي وهي عاملة نفسها بتاكل، لكن باين إنها مش بتاكل وإنها فطسانة على روحها من الضحك وبتحاول تداري ده. المذنبون واللي خد باله من الكومبارس ده وبعتهن رسام قلوب. الضابط بيقول للعسكري ياخد مرات عماد حمدي علشان عمالة تتحايل عليه، فهو فعلا بيمسكها ويسحبها، بس وهو بيمسكها ومعدي من قدام الكاميرا بيبان ان هو بيضحك. اما بقى عماد حمدي لما بيطلع وهو متكلبش، البنت اللي عامله نفسها بنته تمثيلها كان سيء جدا وهي عامله نفسها بتعيط، يعني لو اللقطه دي ما كانتش موجوده كانت هتبقى افضل. وبالحديث عن التمثيل السيء، خطيبه ابن نور الشريف في الظالم والمظلوم بغض النظر عن انها لما بتيجي تقعد بتتكعور لورا وبيبان انها بتمسك ضحكها، لكن تمثيلها في المشهد كله بيبان انه هو مبالغ فيه بشكل مبالغ فيه. اللي بيحصل جبتني هنا ليه؟ تقصد مين؟ ابوكي سالم بيه يا دكتورة. بابا عمره ما اذى حد، بابا طول عمره بيخدم الناس. كفاية كفاية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشير الفيديو في كل مكان، ولو دي اول مرة ليك هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب. شكرا للمشاهدة.